الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة خلق آدم وأعلمنا أنه خلقه للخلافة في الأرض وأن موضوع الجنة حلقة مقدمة لتلقي الخلافة، لأنه إذا ما أصبح خليفة في الأرض فلله منهج يحكمه في كل حركاته، وما دام له منهج يحكم في كل حركاته فرحمة به لم ينزله الله للأرض ابتداء ليتلقى المنهج بدون تدريب واقعي على المنهج، فجعل الجنة مرحلة من مراحلها قبل الاستخلاف في الأرض، فحذره من الشيطان الذي أبى أن يسجد له، وأراد منه أن يأخذ التجربة في التكليف، وكل تكليف محصور في افعل كذا ولا تفعل كذا، فشاء الله أن يجعل فترة الجنة فترة تدريب له على المهمة لينزل إلى الأرض مباشرا مهمة الخلافة بعد أن زود بالتجربة الفعلية الواقعية. فقال له: كل من كل ما في الجنة ولكن لا تقرب، كل أمر ولا تقرب نهي، وكل تكليف شرعي هو بين لا تفعل وبين افعل. وبعد ذلك حذره من الشيطان الذي يجعل له العقبات في تنفيذ منهج الله. فلما قرب آدم الشجرة وأكل منها يبقى خالف أمر الله في لا تقرب. أراد الله أن يبين له بالتجربة الواقعية أن مخالفة أمر الله لا بد أن ينشأ عنه عورة تظهر في الحياة، فبدت لهما سوآتهما. فلما بدت لهما سوآتهما علم أن مخالفة الأمر الله يظهر عورات الفرد وعورات المجتمع. قال: اهبط للأرض مزودا بهذه التجربة. ولما هبط إلى الأرض أرسل إليه منهج السماء بعد التجربة، فقال الحق سبحانه وتعالى بعد أن أنزل المنهج أراد أن يبين لنا أنه عصى أمر ربه في قوله لا تقرب، وتلقى كلمات من ربه فتاب عليه، أراد أن يبين لنا أن آدم يتمثل فيه عنصرين: العنصر الأول أنه بشر يصيب ويخطئ وتدركه الغفلة وقد يخالف منهج الله في شيء ثم يستيقظ فيتوب، وأيضا بعد أن كلفه أن يبلغ رسالة الله أصبح نبيا، فلما أصبح نبيا جاءت له العصمة. إذن فآدم يتمثل فيه أمرين: أنه بشر، وبعد ذلك جاءته النبوة، فهو كبشر أكل من الشجرة فعصى، ولكن قبل أن ينبأ
ولذلك يجب أن نفطن إلى النص القرآني. وعصى آدم ربه، ودي طبيعة البشر يعصى فغوى، ثم اجتباه ربه. إذن فالاصطفاء جاء بعد المعصية، إذن فعصيانه أمر طبيعي لأنه بشر، وبشر يخطئ ويصيب ويسهو ويغفل. ولكن بعد أن خرج من الجنة اجتباه الله ليكون نبيا ورسولا، وما دام نبي ورسول يبقى العصمة تجيله بقى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن ففيه أمران، أمر العصيان وده يمثل البشرية في الإنسان، وأمر الاجتباء بالنبوة يمثل العصمة للنبوة. إذن لا يصح لنا أن نقول كيف يعصي آدم وهو نبي، نقول له تنبه إن النبوة لم تأتيه إلا بعد أن عصى وتاب. إذن فهو يمثل مرحلة البشرية لأنه أبو البشرية كلها. والبشرية منقسمة إلى قسمين، بشر مبلغون عن الله وأنبياء يبلغون عن الله. فله في البشرية أنه عصى، وله في النبوة أنه اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا الذين يقولون إن آدم كم مخلوق للجنة، نقول لهم لا، افهموا عن الله، لأن بقول إني جاعل في الأرض خليفة، يبقى مهمة آدم في الأرض. ما لجأت مسألة الجنة دي زي ما قلنا دي تدريب على على المهمة. وإلا فلو أن الحق سبحانه وتعالى اعتبر أن آدم مخلوق للجنة وأن المعصية أخرجت، طب أهو تاب يا ربي وأنت قبلت توبته؟ فإذا كان قد عصى وتاب وقبلت توبته فكان يجب أن تبقيه في جنته مدام تاب عليه. إذن فيجب أن نتنبه إلى شيء، وهو أن أمر الجنة مرحلة من المراحل التي سبقت الخلافة في الأرض. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يخلع علينا التجربة لآدم حتى نتعظ بها، وأن نعرف عداوة الشيطان لنا، وأن لا نقع في الفتنة كما وقع آدم. فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. لا يفتن، نهي لمن؟ نهي لبني آدم أم نهي للشيطان؟ أقال لا تفتن يا شيطان بني آدم، أو أن لا يفتننكم الشيطان؟ إذن فالمنهي هم البشر. ليه؟ قال لك لأن مش المنهي إن الشيطان ما يفتنش، لأن الشيطان قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين وأنظرني. إذن فقوله يقول لا تفتنوا يبقى خرج عن مهمته. أمال طيب، قال لك إذا وجه الأمر إلى إنسان وهذا الإنسان في مكنة تكوينه أن يفعل أو لا يفعل، يبقى النهي موجه له لا تفعل كذا، إنما يجي ينهاه عن شيء ما هوش في إيده. طب هو مش في ايده ان الشيطان يفتنه، لا الشيطان حيفتنه. قال لك ما هو المخاطب لا يفتننكم الشيطان. وسبق ان تكلمنا عن هذه عند قول الحق سبحانه وتعالى في النهي لا تموتن الا وانتم مسلمون. نهي لمن؟ نهي للبشر، نهي لهم عن ايه؟ ان لا يموتوا. وهل هذا في مكنتهم ان يموتوا او لا يموتوا؟ قال لا، إنكم حين تعلمون أن الموت يأتي في أي لحظة وفي أي ساعة وبأي سبب وفي أي سن تترقبون وقوعه في كل لحظة، وما دمتم تترقبون وقوعه في كل لحظة وأنتم لا تملكون أن تموتوا أو لا تموتوا، إذن فكن على الإسلام دائما حتى لا يفاجئك الموت وأنت غير مسلم. كذلك لا يفتننكم الشيطان، إياكم أن تنخدعوا بفتنة الشيطان، لأن أمره مع أبيكم واضح، ومدام أمر مع أبيكم واضح يجب أن تنسحب تجربته مع أبيكم عليكم. لا، الأسلوب بقى، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. طب كما كان يقول لا يفتن، كان الأصول زي ما بنسمع كده لا يفتننكم الشيطان كما فتن أبويكم،
مش ده الأسلوب؟ طيب لكن هو قال لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يقول أهود الافتنان الراقي في الأداء البياني للقرآن. ليه؟ قال لك هو العبارة بقى تيجي سليمة ازاي؟ لا يفتننكم الشيطان فيخرجكم من جنة التكليف كما فتن أبويكم فأخرجهم من جنة التجربة. يبقى عندنا حاجتين اتننهم، لا يفتننكم الشيطان فيخرجكم من جنة التكليف كما فتن أبويكم فأخرجهما من جنة التدريب. طب وإيه بقى؟ أم قال لك فيه زي ما قلنا أسلوب احتباك، أن يحذف من الأول ما يشير إليه الثاني ويحذف من الثاني ما يشير إليه الأول، فيبقى لا يفتننكم الشيطان ما جابش فيخرجكم من جنة التكليف. هناخدها منين؟ كما أخرج أبويكم من الجنة. طيب كما أخرج أبويكم من الجنة يعني كما فتن أبويكم فأخرجهما من الجنة، يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه احتباك، إنه يحذف من الأول ما يدل عليه الثاني، وإلا فالأسلوب كان يبقى إيه؟ لا يفتننكم الشيطان فيخرجكم من الجنة كما فتن أبويكم فأخرجهم من الجنة. نقوم نقول كان يبقى في تكرير، ولكن الحق سبحانه وتعالى أدى بالأسلوب الذي يؤدي بمنتهى الإيجاز لينبه ذهن السامع لكلام الله إلى أن يلتقط من الأداء حكمة الأداء وإيجاز الأداء وعدم الفضول في الأساليب. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. لا يفتننكم الشيطان، ومعنى الفتنة، الفتنة في الأصل الاختبار، وإنما توجد الفتنة للاختبار حتى ننقي الشيء من شوائب نوعه. إذا كان فيه ذهب والذهب مخلوط بنحاس أو أي حاجة تانية، ونحن نريد أن نأخذ الذهب خالصا، أيار 24، نقوم نعمل إيه؟ نفتنه على النار، نخليه على النار حتى إيه؟ ينفض الإيه؟ الزبد. كذلك الفتنة بالنسبة للناس، يأتي المغوي فمن الذي ينجح؟ نقول له خلص نفسك من شوائب هذه المسألة وتذكر ما صنع إبليس بأبيك، فإذا ما جاء ليفتنك فإياك أن تفتن. ليه؟ أم قال لك لأن الفتنة ستضرك كما سبقت ضرر لإيه؟ لأبيك. لا يفتننكم الشيطان. طب وما هو الشيطان؟ أم قال لك الشيطان هو المتمرد على منهج الله من الجن. إذن الجن جنس، منه شيطان ومنه مؤمن، وإنا منا الصالحون ومنا إيه؟ فالشيطان هو المتمرد من هذا الجنس على منهج الله. أهو واحد؟ لا، قال لك اقرأ قول الله أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه، وأنه يقول إنه يراكم هو وقبيله. قبيله دي اللي هو مين؟ أم قال لك جنوده وذريته، هينشرهم بقى في الكون علشان يصدق لأغوينهم أجمعين. إذن فتنة الشيطان إنما جاءت لتخرج خلق الله عن منهج الله، وما حظه في هذا؟ لأنه حينما عصى عز عليه بعد أن كان قمة الطاعة أن يكون عاصيا لأمر الله، معصية أدته إلى الكفر لأنه رد الحكم على الله. وإحنا قلنا فيه فرق بين معصية وهي رد الحكم على الله، وبين معصية تبقي الحكم لله سليما ولكنها تغفل عنه أو تسهو أو تضطر إليه. ولذلك قال ربنا ظلمنا أنفسنا، لكن دوك رد الحكم قال أنا خير منه، يعني الحكم ده ما كانش صح أنك تأمرني بالإيه؟ بالسجود. فهو لأنه عصى الله هذه المعصية التي جعلته مطرودا ملعونا، يحب من السبب ومن ذرية السبب أن يكونوا عاصين حتى لا ينفرد هو بالإيه؟ بالمعصية. يبقى عمله يعمل إيه؟ أم قال لك هو وجنوده يفتنون الناس عن منهج الله، يصرفونهم عن منهج الله بأي شيء،
أم قال لك بأنهم يزينون لهم المعصية، وتزيين له وتزيين والتزيين بالمعصية إنما يتأتى بزخارف القول ومستميلات الحياة، فيأتي لصاحب اللي عنده منهج يصرفه بزخارف الإيه؟ بزخارف القول. طب الشيطان بقى وذريته قال لك، قال لك جنوده ولا ذريته؟ أم قال لك قول الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يدل على أن المراد ذرية الشيطان، لأنه لو كان المراد شياطين الإنس وياهم ما كانش يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يبقى دي الآية خاصة بمين؟ بالذرية. لكن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتنبأ إلى أن الشيطان لن يكتفي بنفسه ولن يكتفي بالذرية، بل سيزين لقوم من البشر أن يكونوا مثله شياطين الإنس كما وجد شياطين الجن. يبقى هؤلاء زي كما قال الله فيهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كلمة زخرف القول يعني إيه؟ الاستمالة، الاستمالة اللي تخلي الإنسان يعمل الإيه؟ يعمل المعصية وينفعل لها ويتأثر بزخارف القول. وكل معصية في الكون هكذا زخرف القول، إن كان للباطل دعاء ومروجوا ومعلنون يقوم يد للإنسان شهواته التي تصرفه عن منهج الله. ولذلك تلاحظوا أن أعداء الله وأعداء منهج الله يترصدون مواسم الإيمان في البشر، فإذا ما جاء موسم الإيمان خاف أعداء الله أن يمر الموسم تاركا هبة إيمان في نفوس الناس، فيحاولون أن يكتلوا جهودهم حتى يحرموا الناس من نفحة الموسم. فإذا ما حرموا الناس من نفحة الموسم يبقى حققوا غرضهم في العداوة للإسلام. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. قلنا جنة التدريج ينزع عنهما لباسهما، صحيح اللباس اللي كان عليهم ما كانوا يرون عورتهم، حواء لا ترى عورة آدم وآدم لا يرى عورة حواء ولا يرى عورة نفسه، وما تنبهوش إلى العورة إلا لما خالفوا بالإيه؟ لما خالفوا بالأكل. وإحنا كنا قربنا هذه المسألة ذهنيا إلى البشر، وقلنا إيه؟ وقلنا إن العورة ما الفرق بين فتحة تنزل منها الفضلات وفتحة يدخل منها الطعام؟ ايه الفرق بين دي ودي؟ دي فتحة ودي فتحة. أم قال لك لأن الفتحة دي بيخرج منها القذارة النتنة الرائحة الوحشة اللي الواحد عايز يتخلص ايه؟ يتخلص منها، وده بيتقل الطيب. أم قال لك إذا الفضلات نشأة عن الايه؟ عن الغذاء، والغذاء اللي احنا بنعمله الجسم بياخد حاجته منه وبيطرد الباقي. ليه؟ لأننا ما عندناش القدرة أو الحكمة إننا نطهي الطهي اللي على قدر مين؟ اللي على قدر الطاقة. لكن الحق حين يأمرهم بأن يأكلوا من هذه ومن هذه ويمتنعوا عن هذه يعطيهم وقود الحياة على قدر الحياة، فلا توجد لهم فضلات. فإذا لم توجد لهم فضلات يبقى ما يحسوش بأن لهم إيه؟ لأن ما فيش بين فرق بين إيه؟ بين مدخل وإيه؟ ومخرج. فكأنهم لما أكلوا من الشجرة وأخذوا المواصفات فوق ما وصف الله لهم أفسدوا إيه؟ أفسدوا عملية الغذاء فبقيت لهم فضلات. وقوله ينزع عنهما لباسهما ليريهما اللباس، قال لك إيه؟ قال لك إحنا قلنا زمان إنه كانت الأظافر دي امتداد الأظافر، كأن الجسم كله كان إيه؟ عليه مثل هذا الظفر. فلما حدث ما حدث الثياب ده اتنزع منهم وبقي أثره في أظافرنا. ولذلك قلنا للأقدمين
تنبهوا إلى شيء علموه لنا، وهو أن الإنسان إذا كان في قمة المرح والضحك، والموقف لا يحتمل المرح ولا الضحك، ويريد أن يمنع نفسه من ذلك، فعليه أن ينظر إلى أظافره. ساعة ينظر إلى أظافره انتهت المسألة. وبنجربها الليلة، وجربها كل واحد منكم في إيه؟ في نفسه. أو أن كان اللباس بتاعهم الضياء، والضياء به نرى الأشياء، ولكنه إذا اشتد منع رؤية الأشياء، فيبقى ينزع عنهما لباسهما. وهل أو نزع اللباس المراد به ما قاله الله ولباس التقوى ذلك خير؟ يبقى اللي عايز يعمله فينا إبليس الآن عايز يعمل إيه؟ ينزع اللباس اللي هو هو لباس التقوى، لباس. ولذلك إيه؟ أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أدي اللباس المادي، وريشا، والأهم من هذا لباس التقوى الذي يحجب عورات الذات عن نفسها، ويحجب عورات المجتمع عن الايه؟ عن المجتمع. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هل كان في بال إبليس إنه يغوي آدم بالأكل من الشجرة ليريه السوءة؟ دي كانت في باله؟ ما كانتش في باله. الله. طب إن فعل الفعل قبل أن تفعله لك غاية من فعله. أنا فعلت كذا لكذا، ذاكرت لأنجح، فكأن النجاح تخيل لك أمل تريد أن تبلغه فذاكرت. الله. لكن إذا كان اللي يجي بسبب الفعل لم يكن في بالك، لما فرعون التقطوا موسى، التقط موسى من البحر مع أنهم كانوا بيذبحوا الأولاد، وبعدين قال إيه؟ قرة عين لي إيه؟ ولك لا تقتلوه، مش كده؟ إيه ليه الحكاية دي؟ أم قال لك فالتقطه آل فرعون. طب التقطوه ليه؟ ليكون لهما قرة عين. أدي الغاية اللي كانت موجودة ساعة الالتقاط، لكن الغاية انقلبت على عكس ما أرادوا. فالتقطه آل فرعون لا ليكون قرة عين، بل ليكون لهم عدوا. هل لقط، هل كنوا عدو هي سبب الالتقاط؟ اسمها لام العاقبة. معنى لام العاقبة أن الفعل يفعل وفي بالك علة أخرى للفعل، ثم تأتي علة أخرى لم تكن في البال فتسميها لام العاقبة. فإبليس حينما نزع وأراد نزع الثياب لم يكن يريد من نزع الثياب العورة، ولكن الله جعلها هكذا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.